أسابيع من التكتم، النفي، ومن بعده التأكيد، محمد رمضان رسميا خارج منافسة عيد الأضحى. هو ده الخبر اللي فاجئ جمهوره بعد ما احتفل من كام يوم لما أعلن عن دخوله سباق أفلام عيد الأضحى بفيلمه جواب اعتقال. محمد كان أعلن عن انتهاء تصوير مشاهده الأخيرة في لبنان، لكن يبدو أنه تسرع أحمد السبكي، محمد سامي وأيضا محمد رمضان في تصوير أحداث الفيلم قبل الحصول على موافقة الرقابة ما كان في صالح الفيلم. التفاصيل مع ناردين من القاهرة. نقدر نقول إنه الخبر ده يعني إنه محمد رمضان بيواجه أكبر تحدي وأسوأ حظ من بعد ما تحول لرقم صعب في السنتين اللي فاتوا، وكبر أكتر بعد نجاحه في رمضان بمسلسل الأسطورة. والسبب وراء خروج الفيلم هو الرقابة اللي ما وافقتش على قصته وطلبت تعديلات كتير على النص. منتج الفيلم أحمد السبكي كشف لإي تي بالعربي عن التفاصيل. فيلم جواب اعتقال بره العيد بسبب الرقابة، يعني كان عنده أمل الولد ينزل في العيد ويفرح زي ما كل النجوم بتفرح كده بأفلامها اللي بتنزل في العيد، لكن الرقابة منعت هذا، يعني حرمته من ده. ليه بقى؟ لأن الرقابة يا دوبك لسه مخرجة السيناريو من الرقابة بلاش 4 أيام، والفيلم حاليا بيتصور في لبنان. بس بإذن الله بره جواب اعتقال هيجي ميعاده وهينزل وهتكسر الدنيا. في حد في الرقابة بينام ويصحى بأفلام الصبح؟ ده نايم ويحلم بيا، رئيس الرقابة نايم يحلم بأحمد السبكي. أنا مش فاهم في إيه بالظبط. خروج محمد رمضان من سباق عيد الأضحى سبب صدمة لجمهوره، وده معناه أنه أحمد حلمي مش هيكون ليه أي منافس قوي السنة دي.